صفا هذا آخر موسم آخر كعقد، موسم. بس أكيد كل لاعب منكم جايته فد عقود هم أما داخلية أما خارجية. خلي نبدي من يمك صفا، العقود الخارجية وين؟ يعني هذا الوقت يعني نشوفه يعني مبكر إنه نحكي بال. بس هي أكو؟ هي أكو طبعًا. من يا دوري؟ من أكثر من دولة يعني. خليجي لو؟ موجودة ب يعني بأوروبا وبالخليج. تركيا. لا لا يعني أكثر من دولة يعني موجود. مفكر؟ فكر طبعًا. طبعًا. كواحد ما يفكر بالاحتراف؟ إيه بس لا ماكو واحد يفكر بالاحتراف الخليجي ومرة واحد يقول لا أنا أريد أطلع لأوروبا أطور نفسي وأروح أحتك. انت شنو عقليتك؟ الناس اللي تريد تعرف تفكير صفاء شنو؟ طبعا اوروبا. طبعا اوروبا. أيه. بدون اصلا بدون ما اسال بدون ما استشير احد يعني. لأن اوروبا هو هدف. صحيح ما يراد الاستشاره مو؟ اي هو اوروبا هو هدف يعني. يا دوري. هي قلت لك مراحل انه اذا تريد تروح لاوروبا فلازم انه تبدا من دوله يعني دوله اولا هي الانطلاق السهل. اي طبعا يعني تعرف هناك اكثر من دوله. تلقى الايجنت يعني الوكلاء موجودين بها. النادي الكبير ما راح ياخذك قبل من العراق انه ياخذك لاوروبا مستحيل مستحيل. لازم انه تتدرج يشوفك من نادي يعني نادي زين. فالصفا هذا بيا دوري راح يبدي بعد مو هسه. اي بس لازم الاقرب لك هسه خلال تفكيرك. والله اكثر من دوله. اي بس الاقرب تركيا. إيه. حسب معلوماتي. لا ان شاء الله انه القى النادي المناسب اللي يطورنا اكثر بعد يوديني الواجهة أكثر فأكيد راح أروح له. لكن بشكل رسمي صفاء الموسم القادم سيذهب إلى الاحتراف. طبعا طبعا 100% إن شاء الله. العقود المحلية أكو؟ حاليا أنا ما مفكر. فكر ما بس الزورة. أنا ما جاي أحكي عن تفكيرك. أكو أكو ناس مقدمت لك من الأندية بعد يعني 20 مباراة. بس أكو ناس تخابر تتواصل الموسم اللي أخذها ما تروح احتراف يا صفاء ترى أنت ويانا محجوز. ما صايرة هاي؟ لا طبعا هاي صايرة أكيد. زين أنت يعني مفكر إذا يعني ما رحت احتراف تلعب بنادي غير الزوراء مثلا بالدوري العراقي بهاي الفترة؟ هذا الوقت يعني ما مفكر. صعب مو؟ لا لا ما مفكر أنه مثل غير نادي الزوراء بهاي الفترة. أما الاحتراف أو الزوراء؟ إن شاء الله. نادي الزوراء بصورة خاصة يحتاج إلى لاعب يحب النادي يعني يحب الشعار يلا يقدر يطول بالزوراء. حلو. أما يعني لاعب إنه يفكر مستقبله انه يفكر بماده من ناحيه الماده اذا لاعب يفكر بالماده فما راح يقدر يطول بالزهراء يمكن مرحله سنه بعدها ما يقدر يطول ما يقدر يستمر. اي لان اللاعب اللي يحب الجمهور ويحب هذا طبعا تحيه للجمهور الزهراء شخص اللي جاي يقدمون فد لوحه فنيه يعني خارج يعني بالملعب فد شيء مو طبيعي. ها احنا نشكرهم على هذا الجهود اللي الزوراء اللي يحضروا للملعب لو اللي ما يجي وقاعد يبوا عليكم بالتلفزيون مهم فرق لا اللي جاي يحضرون بالملعب يعني بالدوري ابطال اسيا او